صلى يعني لقطة طلعنا سنة أول أحداث حياة. صرت أبكي وما راح خلاص يعني ما أنا واقفة على الشباك عم بطلع الطيارة شلون عم تفتل فوقنا. أول ما طلعنا أهلي هربوا بس أنا لسه ضليت يعني قمت أشرب كاس مي وأهرب ما طلع بإيدي. جت الطيارة ضربت على دار عمي وجت في عنا نجفي من وقت العمارة ما هي ثابتة قامت انهزت دارنا نجفي قامت أنا بهرب طبت على أجري قطعت إياها ما دخلت ما شفت حالي قدرة الله صار يعني حسيت بعدين ماشي بس أمشي بس بدي أمشي ما بلعب بس بدي أمشي كنا نطلع أنا وأخوي نلعب أنا نرسم مملكة نلعب أنا وياه سلام على الله عندي صار كثير هلا يعني صاير الحمامات بعيدة علي ما بحصل أتمر أي جيد ركزت ما بتحصل يعني إذا إنه أبو جاوني يا صعب شفت هون الحال صعب أحد بقدر بتحمل درجة عطيتي بس كمل دراستي كل شيء كل شيء مش من مختلفة.